تحية إعلامية ليوم 24 التي عودتنا دائما بنقل الأحداث في لحظات مناسبة جدا، كما حدث مع نقل الحوار مع أب الرقراقي. في الحقيقة لا بد أن نحييها تحية إعلامية. أعتقد أننا في تطوان وفي المغرب ككل نحيي ونقدر المجهودات الكبيرة للمنتخب الوطني الذي عودنا دائما بإدخال الفرح والسرور على الشعب المغربي. وأعتقد أن قوة الفريق الوطني المغربي تكمن من خلال النتائج، بحيث استطاع أن يتأهل وبامتياز وباستحقاق من خلال حصوله على الرتبة الأولى في مجموعته، ومن خلال تصدره على مستوى النقاط، وأنه لم ينهزم. وهذا دليل على أن الفريق الوطني المغربي هو فريق يلعب الكرة بشكل يتماشى مع تطورات العصر، وليس منتخبا وهميا كما يحدث عند القوة الضاربة. فأعتقد أن هذا الفريق استطاع أن ينقل لنا الفرح، أن ينقل لنا هذه الفرحة بشكل إيجابي. وأعتقد أن الجمهور المغربي كان أحسن رسول بقطر بقيامه بأخلاقه، واستطاع أن ينقل للعالم العربي بل للعالم ككل التقاليد المغربية، الحضارة المغربية بسلوكاته بأهازيجه بثقافته، بحيث استطاع أن ينشط الشارع بالدوحة من خلال السهرات، من خلال القيم، من خلال السلوك الحضاري بعد انتهاء المقابلة، من خلال جمع النفايات. وهذا سلوك لا يقوم به إلا المتحضرين كما هو الشأن بالشعب المغربي. نحن الآن في انتظار المقابلة التي ستكون يوم الثلاثاء إن شاء الله، كلنا شوق بل وكلنا ثقة من أجل انتصار المنتخب المغربي، لأننا لن نتخوف، نثق في أنفسنا، نثق في فريقنا الوطني، لأنه مكون من خيرة اللاعبين على المستوى العالمي. ليست لدينا نقطة ضعف، ليست لدينا عقدة من إسبانيا. إسبانيا نعتبرها كباقي الفرق، وخاصة أن المغرب استطاع أن ينتصر على كندا، أن ينتصر على بلجيكا، أن يتعادل، وإن كان أكيد أننا سنقوم ب سحقهم وبالانتصار عليهم. إذن فقط نخاف فقط من التحكيم. نتمنى أن يكون التحكيم في المستوى، ونطلب من اللاعبين ومن الفريق المسؤولين عن الفريق، وأكيد أنهم على دراية وعلى حيطة بهذا الجانب، أن يتدخلوا كلما دعت الضرورة للمطالبة بإعادة الخطأ على من خلال مستوى الفار. ولكن نحن فرصة هذه كذلك نطلب من الجماهير المغربية أن تكون كما عاهدناها في المستوى، مستوى الحدث، وأن تكون أن نتقبل النتيجة بروح الرياضية، أن نبتعد عن كل ما يمكن أن يشوش من سمعتي ومن هيبتي الجماهير المغربية. الجماهير المغربية راقية وراقية جدا. الجماهير المغربية تنقل وتبث رسائل، وخاصة للقوة الضاربة الوهمية التي مع الأسف أرادت أن تتغافل وأن تتجاهل الفريق المغربي. فقد كما لاحظ الجميع أنها ذكرت جميع المقابلات إلا انتصار المغرب، وهذا دليل على حقدها. لكن المغرب يمد يده، لأن الكرة في أصلها الهدف منها هو أن ننشر قيم التسامح، قيم الأخلاق، قيم كذا، وليس قيم الحقد وقيم الكراهية. إذن سيكون موعدنا إن شاء الله، وسيكون الانتصار يوم الثلاثاء، وسنتغلب إن شاء الله، ودائما يبقى الوطن. عودتنا الفرق المغربية، عودنا المنتخب المغربي، عودتنا الأحداث المغربية على أن كل قضية تتعلق بالوطن يزداد تلاحم الشعب المغربي وراء صاحب الجلالة. فهنيئا لنا وتحية للجميع، وعاش الملك. تحية رياضية للموقع 24، اليوم 24. احنا اليوم طبعا غادي نتكلموا طبعا على المقابلة ديال اسبانيا والمغرب، اللي ما نهضروش على النتائج اللي جات قبل، حاليا غير نهضروا بعدك على المقابلة اسبانيا مع المغرب. هذه المقابلة اللي كينتظر الجميع، واللي الجميع معلق عليها الامل ديالو، وان شاء الله غادي تكون مربوحه مربوحه مربوحه. احنا حاجه واحده اللي كنطلبوا، ان هذا الجمهور العظيم اللي بان في دوله قطر، اللي اولا مشكوره
على هذا التنظيم، التنظيم الرائع والتنظيم القوي والتنظيم اللي كان الكعب ديال كما نقولوا كما كنقولوا في المثل. قطر بهرتنا، قطر قلتها انا، قلت من ردت رساله على العالم وعلى الخصوم ديالنا العربيه والاسلاميه. قطر اللي بينت شي حاجه كتكون في الحلم، شي حاجه تجي تحلمها وما تحلمهاش، عملتها دوله قطر. بهذه المناسبه انا كنشكر طبعا الفريق المغربي اللي حقيقه بين على انه فريق مخدوم، فريق كيقود واحد الشاب اللي هو الناخب الوطني اللي هو مغربي، اللي حقيقه بين ان ما يمكن له يعطيك الا اللي كيحس بالروح والدم اللي كيتميز به. هذا الرجل وليد الركراكي اللي حقيقه ابهرنا، واللي حقيقه خلى الالتفاف من حوله، جماهير كبيره خرجت، الامهات والاباء انضافت الى الجمهور الرياضي. اليوم اصبح الجمهور الرياضي ما بقاش الجمهور اللي متمركز غير في الملعب، بل في المنازل، في المقاهي، في الشوارع، في المركبات. هذا دليل على ان واحد الشاب جاء ووحد الكره بيناتنا، شاب مغربي اللي حنا كنزيدوا له زيد قدام، وحنا معاه، حنا غنبقاو معاه الى اخر الرمق. كنطلب من الجماهير المغربيه انها تتحلى بالخصال الحميده اللي هي معهود عليها، الجمهور اللي تكلم عليه العالم، اللي ما خلى ما قال فيه العالم، تكلم في النبل ديالو، في الاخلاق ديالو، في التشجيعات ديالو، الناس تبهرت به. فلهذا كنطلب من هذه الجماهير تبقى مستمره وتبقى كيف ما هي، وكيف ما حبت تكون النتيجه كما كانت سلبيه فاحنا ربحنا فريق وربحنا مدرب، كانت ايجابيه هذاك علاش كنفتشوا. وكنتمنى من المنتخب المغربي يحقق لي واحد الحلم حلمته البارح، اللي هي المقابله 2-1. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.